السلام عليكم، معكم جواد من هذه القناة. فيديو اليوم يختلف عن كل الفيديوهات اللي سويتهم من قبل لأني طلعت برا البيت. مثل ما تشوفون أنا في الشارع قاعد أدور، ما أدري وين أروح، فقررت أن أمر على بنت أخوي وأخذها وياي ونجرب شي جديد ما جربته من قبل. فأعرفكم الحين على بنت أخوي. سلام، أنا يقين وأكيد عمي عرفكم علي، واليوم حبيت أجرب وياه هذه التجربة الجديدة، ونخليكم الحين مع الموسيقى الجميلة لين ما نقرر وين نروح. واخيرا قررنا وجينا مجمع مواد السيل واخترنا ان نشتري ادوات من المكتبة علشان نسوي تحدي من اللي يسوي افضل لوحة، وانا راح اشتري بعض الالوان ولوحة لي وبعض الادوات بتشوفونهم في الفيديو، وبنشوف بنت اخوي وش بتاخذ. باخذ الوان وفرشاة وصحن الالوان. حلو، ممتاز. وايش توقعاتك عن التحدي ومن اللي راح يغلب؟ انا راح افوز ورسمتي راح تروح. وقبل لا نرجع البيت قررت ان انا اشتري حق بنت اخوي ستاربكس علشان تعرف ان عمها كريم ويدفع وما يهتم الى الفلوس، وتوجهنا الى البيت علشان نبدي التحدي وبنشوف بنت اخوي وش راح تسوي بعد ما نوصل البيت. أول شيء عشان أفوز في التحدي برسم لوحة ما في مجال أغلط فيها، وكذي أضمن الفوز وأشوف إبداعاتي في التلوين. عن نفسي أنا واحد ضامن الفوز، وراح أستخدم اللصقات وبسوي رسمة بطريقة هندسية، خب هذه لعبتي وما حد يقدر علي فيها، فطالعوا الرسمة واعطوني رأيكم في الأخير، ولا تنسون تكتبون في الكومنتات إن أنا اللي فايز.
ووصلنا إلى نهاية الفيديو وشوفوا الرسمات وعطونا رأيكم. صدق إن أنا جبت العيد في بعض الحركات والفلسفة الزايدة اللي سويتها، بس ضامن الفوز أكيد. وإيش رأيك بالتخويف؟ رأيي إن أنا اللي فزت وإن أنت جبت العيد واجد ما عليكم منها، كتبوا في الكومنتات إن أنا اللي فزت، وبحط لكم تعليقاتكم مات الفيديوهات اللي راحت آخر هذا الفيديو، لازم تشوفونهم كل واحد يدور التعليق ماله. ولا تنسون تشتركون في القناة، نسبة كبيرة من المشاهدين ومشتركين، ونشوفكم في مقطع ثاني.